للتاريخ حكمه وعبره وله صدفه أيضا، لعل واحدة من أشدها غرابة وطرافة في آن واحد أن يستحيل التكتل الغربي بإرثه الاستعماري صانع سلام مدافعا عن الإنسانية. طالبت الدول الغربية في الأمم المتحدة روسيا بما أسمته تعويضات لأوكرانيا عن الدمار الذي لحق بها، إلى جانب قلبها الحقائق والمفاهيم تنافي الخطوة المنطقة وتجافيه. تبرز الشواهد الكثيرة أن تلك الدول أعجز من أن تنظر بمرآة ماضيها وهي تحشد لإدانة روسيا. وإلى جانب الشواهد ثم تشهد داخل الجمعية نفسها، فدول عربية وغير عربية عانت بطش الاستعمار الغربي لقرون وتعاني بعده لعقود التدليس والإنكار وازدواجية المعايير والخطاب. غير بعيد انبرت الولايات المتحدة مطلع الألفية لتدمير العراق وتمزيقه رغما عن المجتمع الدولي. طمأنت واشنطن حينها المعارضين والمشككين بذرائعها المعلنة بأنها تحمل قيم الديمقراطية على ظهور بوارجها الحربية ورؤوس صواريخها التي أجهزت بها على بغداد، قبل أن تنسحب بكلفة عالية بلغت خسائر بتريليونات الدولارات وأخرى فادحة بالأرواح. لم تستأذن واشنطن أحدا في رميها القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي وقتلها 60,000 من بني البشر هناك خلال دقائق قليلة، ويبدو سجلها من قبل وبعد في أفغانستان وفيتنام وغيرها أبعد من أن يشكل لها دافعا لصحوة ضمير للإقرار على الأقل. أما في الجزائر التي عانت استعمارا فرنسيا لقرن ونيف، فلا تزال مسألة الاعتذار والتعويض تراوح مكانها. ظل القفز على الجرائم باسم المستقبل مستعصيا على الرئيس ماكرون ومن سبقوه إلى الإليزي. لا يزال الجزائريون يحتفظون بندوب الذاكرة وآلامها. فقد قتلت الدولة الفرنسية الملايين وعذبت وشردت قبل أن تختتم حقبتها الاستعمارية بتجارب نووية في الصحراء الجزائرية بستينيات القرن الماضي. لا تزال إشعاعاتها مهلكة للبشر والحجر هناك. ولا يختلف الوضع كثيرا بدول آسيوية وإفريقية تجرعت ويلات الاستعمار على يد بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. في معطيات الحاضر ما يناقض المزاعم الغربية أيضا. جمدت الدول الغربية ما مجموعه 340 مليار دولار من أصول روسيا لديها بعد دفعها كييف إلى زوايا مغلقة واستغلالها أداة لحسابات جيوسياسية تخدم الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، وتحاول اليوم عبثا اختلاق شرعية تبرر وضع يدها على كل ما هو روسي بدعوى تطبيق عقوبات تعوزها الشرعية، ما يجعل أي مصادرة محتملة بتقدير موسكو أكبر سرقة.